سلطان الشمسي، شكرا لك على هذه الجولة المميزة في سوق الجبيل، بالتحديد من قسم الأسماك. تعرفنا على هذا القسم الجميل، على أقسامه المختلفة، على الأسماك الطازجة الموجودة وأسعارها وأنواعها المختلفة والمتوفرة بشكل كبير ولله الحمد في هذا القسم وفي سوق الجبيل. من فقرة سوقنا مشاهدينا ننتقل معكم إلى فقرة أخرى وفقرة الصحة حياة. يعتبر مشاهدينا نزيف الأنف أو الرعاف مشكلة صحية يعاني منها الكثير والعديد من الأشخاص وبمختلف الفئات العمرية. الأعراض مشاهدينا تختلف من شخص إلى شخص آخر، وكذلك طرق العلاج تختلف. حول هذا الموضوع يسعدنا نرحب معكم مشاهدينا بالدكتور عادل سعيد سجواني، وهو اختصاصي طب الأسرة في مستشفى فقيه الجامعي. يا هلا ويا مرحبا بك دكتور. يا مرحبا وصباح الخير وصباح السعادة من الشارقة الجميلة. الله يسلمك، حياك الله دكتور. في البداية، ما هو مفهوم الرعاف أو نزيف الأنف؟ طبعاً الرعاف مرض شائع جداً، وهو عبارة عن النزيف أو خروج الدم من الأنف، أو نحن نقول بلهجة المحلية خشمي يصب دم أو يطلع دم من الخشم. أنا تقريباً يومياً أشوف شخص مصاب بالرعاف في العيادة عندي، يعني موضوع شائع جداً. وحسب الدراسات يقال أن كل شخص في العالم أصيب على الأقل بالرعاف مرة في عمره، يعني نزل من خشمه دم مرة في حياته، فهو شائع بشكل كبير جداً. في الواقع هو في أغلبه ليس خطير، لكن هو مزعج. يعني الإنسان يكون يالس مثلاً ويمارس مهنة معينة في المدرسة، في الجامعة، أو حتى في العمل، أو طالع مستانس فجأة يشوف خشمه ينزل دم ويخيس ثيابه وملابسه، فهو نوعاً ما يسبب إزعاج وقلق نوعاً ما وتوتر في وقته. كثير من هنا من أسباب الرعاف يعني كثيرة جداً، لكن خلي شوي نحن نعرف من وين ينزف الخشم، من وين ينزف الدم من الأنف. الناس كلها تعتقد أن الدم ينزف من الأنف من الجهة الخلفية من الأنف، يعني آخر الخشم ينزل الدم. الواقع هذا المفهوم خاطئ. نحن إذا قسمنا الأنف كمفهوم تشريحي ومفهوم طبي، الأنف معقد جدا سبحان الله يعني، لكن إذا قسمنا بمفهوم بسيط، هناك جزء أمامي وهناك جزء خلفي. 90% من الرعاف أو من الدم الذي يطلع من الأنف هو من الجزء الأمامي من الأنف، من وفقط الجزء الأمامي؟ من الجزء الأمامي، وفقط 10% هي من الجزء الخلفي. لذلك البعض يعتقد أن الدم مثلا ينزف من الآخر، من خلف الأنف. لا، هو ينزف من الجزء الأمامي، وبالتحديد هناك منطقة في أول الأنف، منطقة غنية بالشعيرات الدموية وبالشرايين، تسمى منطقة ليتل أو تسمى ظفيرة كايسلباخ. هاي المنطقة تلتقي فيها الشعيرات الصغيرة والأوعية الدموية، فهي منطقة غنية فعلا بالدم وبالشعيرات هذه، فأي خلل فيها أو ضربة أو مشكلة معينة يؤدي إلى نزيف شديد فيها. نعم، هل الرعاف أنواع دكتور؟ نحن مثل ما قلنا الرعاف مفهومة أنف، نزول الدم من الأنف. الحين أنواعها تعتمد على مكانه، 90% من الجزء الأمامي من منطقة ليتل، و10% من الجزء الخلفي. الحين السؤال، ليش صار عندي رعاف؟ ليش؟ هناك أسباب كثيرة للرعاف. السبب الشائع جدا هو حدوث ضربة لمنطقة الأنف، وخاصة المنطقة اللي توا قلنا عنها أنها غنية بالأوعية الدموية، منطقة ليتل، خاصة مثلا عند الأطفال أثناء مثلا عملية اللعب بالأنف، مثلا إدخال بعض الأجسام الغريبة، مثلا إذا الإنسان مثلا ما ينظف أنفه بشكل جيد حتى مع المناديل أو مع الكلينكس أو غيره، فممكن نتيجة لضربة بسيطة وجرح في هاي المنطقة يحصل النزيف ويحصل الرعاف. هذا السبب الأكثر شيوعا. وهناك أسباب أخرى موضعية، مثلا الحساسية المزمنة. الإنسان إذا في حساسية مزمنة أو مثلا عطاس متواصل، سيلان في الأنف متواصل، قد يحصل عنده نزيف. كذلك مثلا الناس اللي عندها جيوب أنفية مزمنة، كذلك ممكن يصابون بالرعاف. كذلك الناس اللي يستخدمون بعض الأدوية والبخاخات والقطور للأنف، وهذه رسالة للجميع. البعض كل ما يزكم يقول لك أنا أخذ قطور وأحط في خشمي، أو أخذ بخاخ أو رشاش وأرش داخل الأنف. هذه البخاخات تعمل على تغيير الشعيرات الدموية هذه وجفاف منطقة الأنف. الغشاء المخاطي في الأنف غشاء غني بالأوعية الدموية، فأنت يوم تجفف هذه المنطقة تصاب بالجفاف فتنزف بشكل كبير. وبالتالي نحن ننصح الجميع لا تأخذ رشاش أو بخاخ أو قطور للأنف فترة طويلة إلا إذا بعد ما تستشير الطبيب، لأن هذا ممكن يكون سبب في حدوث الرعاف.
كذلك من الأسباب الشائعة وهي سبب الكلب ينصدم منه جفاف الجو نتيجة للتكييف. المكيفات نحن يعني والله الحمد أجواءنا حارة لكن جميلة. خارج المنزل في ناس تقول لك دكتور أنا طلعت برا أول ما تضربني الشمس ينزل من خشمي دم. ليش؟ لأن مع خروج الشمس هناك جفاف شديد في الجو فيحدث النزيف. وفي البيت المكيف المكيفات نحن ما نستغني عنها ونحن دائما ندعي حق الاكتشاف المكيفات يعني، لكن المكيف يعمل على سحب الرطوبة من الغرفة من الجو وحدوث جفاف، فيوم يجف الغشاء المخاطي في الجسم في الأنف يؤدي هذا إلى خروج الرعاف. عشان شي بعض يقول لك دكتور أنا ما طلعت في الشمس، أنا جالس في البيت لكن نزل من خشمي دم، وهذا بفعل جفاف التكييف. هاي أغلب الأسباب الموضوعية، لكن قد يكون الرعاف له سبب مش موضعي وإنما سبب متعلق بالجسم كله. أنا أتذكر أمل مرياني مريض يقول لي دكتور أنا كله ينزل من خشمي دم، وصرت عند كذا طبيب أنف وأذن حنجرة وعملت بعض العلاجات ومو بطايع الموضوع يوقف. يوم قسنا ضغطه كان ضغطه عالي، ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الرعاف، فمرات يكون الرعاف علامة من علامات أن ضغطك مرتفع تحتاج إلى العلاج سواء عن طريق النظام الغذائي أو الأدوية. فنعم قد يكون الرعاف معناته أن أنت مريض بالضغط. كذلك هناك أمراض تسبب سيولة في الدم، أمراض مثلا وراثية أو غيرها تسبب أن الدم عندك يسيل ومميع أكثر من الباقين، كذلك يحتاج إلى علاج. كذلك الأدوية، بعض الناس اللي يأخذون أدوية مميعة للدم مثل الأسبرين والبلابكس وغيرها كذلك ممكن يحصلهم رعاف أكثر من غيرها. نعم، يعني نقدر نقول دكتور عادة لأن هناك بعض الأمراض اللي ممكن أن تسبب هذه المشكلة. نعم. لابد أن نحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمراض أو نعالج هذه الأمراض علشان نتخلص من مشكلة الرعاف أو نزيف الأنف، صحيح دكتور؟ نعم، نحن نقول إذا صار لك رعاف مرة مرتين ما في مشكلة. نعم. يعني نتكلم إن شاء الله إحنا عن إذا يالك رعاف شو تسوي، لكن إذا الرعاف متكرر فلازم تراجع الطبيب. قد يكون الموضوع في جرح يحتاج إلى علاج معين، وقد يكون الرعاف خاصة إذا ليالك على كبر مو في عمر الأطفال، إذا على كبر ممكن يكون الرعاف علامة من علامات أمراض الدم أو ضغط أو ارتفاع الضغط أو أمراض ثانية، فتحتاج أنك تعالج الموضوع. هل هناك أعراض معينة يمكن أن تصاحب الرعاف دكتور؟ يعني هو الرعاف نفسه خروج الدم من الأنف، لكن المشكلة أن مرات الخروج الكثير هذا يعني ينزف في فترة طويلة. نعم. فالواحد يشك يقول هذا مو بجرح أو مو بحساسية، هذا لا قدر الله في مرض مثلا مرض مميع للدم، مرض يسبب سيولة الدم. فطول الرعاف إذا طال أكثر عن نص ساعة هذا يستدعي أن الواحد يبحث في الموضوع. كذلك موضوع الرعاف المتكرر، يا دكتور كل يوم يجيني كل يوم يجيني، مشكلة الرعاف مو بخطير، لكن إذا كل يوم يجيلك رعاف أنت جالس تفقد دم. ففقدان الدم يؤدي إلى حصول إلى أنه صار عندك فقر دم، أنيميا أو فقر دم، فهي يؤدي إلى خمول في الجسم، تعب، إرهاق، تساقط شعر، شحوب عام، تسارع في نبضات القلب، عندك فقر دم. ليش؟ لأن عندك رعاف. فهي مثلا أمور اللي تكون متعلقة مع الرعاف، لكن بشكل عام الرعاف هو فقط خروج الدم للأنف. نعم، أتكلم كذلك وأسلط الضوء وأركز دكتور عادل على الإسعافات الأولية. كثير من الأشخاص يعانون من هذه المشكلة في الحقيقة وخاصة الأطفال. ما هي أهم وأبرز الإسعافات الأولية اللي يجب أن نحن ناخذها بعين الاعتبار نعتمدها علشان نتخلص من هذه المشكلة؟ طبعا يمكن هذا أهم نقطة وأهم شيء لازم يعرفونه المشاهدين اليوم، أن كيف نتعامل مع الرعاف. هناك حركة خاطئة يقوم فيها الكثير، أن أول ما يشوف الولد ينزل من خشمه دم مثلا أو يصاب بالرعاف على طول يسكر خشمه ويرد راسه ورا. صحيح. عشان والله الرعاف يوقف. هذا التصرف خاطئ جدا. نحن نقول أن المنطقة 90% اللي ينزف منها الأنف هي منطقة لتل الموجودة في مقدم الأنف، الجزء الأمامي وليست الجزء الخلفي. فأول ما ينزل دم أو يحصل الرعاف أنت لازم تخلي الولد يقعد بشكل مستقيم وتنزل راسه شوي تحت مو خلف، تحت، وتسكر فتحتين الخشم بإيدك بالإصبع الإبهام والسبابة. نعم. لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة. الأطفال ممكن 5 إلى 10 دقائق، وإذا أكبر منهم ممكن يكونون من 10 دقائق لثلث ساعة. ليش هاي الحركة تسويها؟ لأن أنت الأوعية الدموية اليالسة تنزف هذه، مجرد أنت تضغط عليها لفترة معينة هي تبدأ تسكر والنزيف يوقف. ممكن تجيب ثلج مثلا تخليه على الخشم شيء بارد، كذلك هذا يساعد في انقباض الأوعية الدموية وإيقاف الرعاف. لكن أنت يوم ترد الرأس وراء
أنت قاعد ترد الدم من الأنف إلى الجهاز الهضمي، فيروح يدخل في الجهاز الهضمي والمريء والمعدة، فيهيج المنطقة. يعني أنت خليت المنطقة تتهيج، فتشوف بعد يوم أو في نفس اليوم الشاب أو الولد أو البنت يقول لك أنا عندي عوار في المعدة، آلام في بطني، أنا عندي مثلا لوعة. والبعض ما يحطها مثلا مع الرعاف، يقول لا يمكن ما اكل شيء من برا. لا، هاي بفعل الرعاف، لان الدم المتجلط نزل في جهازك الهضمي مع الاسف. فلا ترد راس الشخص ورا، خليه يجلس بشكل مستقيم، ينزل راسه شوي قدام، تسكر على الانف بالابهام والسبابه لمده 5 دقائق الى 3 ساعة، وخليه مثلا ثلج. هاي الاسعافات الاوليه. الحين اذا الدم وقف، ممتاز، لفترة 2 إلى 3 ساعات لا تحاول أنك تخرج الدم المتجلط من الأنف. وهي غلطة ثانية. نعم. أنه يوقف الدم، سكر خشمه 10 دقائق، وقف الدم، مستعيل وبينظف الأنف. فشو يسوي بعد ربع ساعة؟ يقوم يجيب كلينكس ويرجع مثلا الرعاف مرة ثانية. وهي غلطة ثانية، أنه لا، خلى 2 ساعة مثلا. نعم. بعدين ابدأ بتنظيف الأنف عشان ما يرجع الدم، لأن توا الشعيرات الدموية سكرت، فلا تخليها ترجع مرة ثانية أنها تنزف. الحين لو ما وقف الدم، هني تستدعي الذهاب إلى الطبيب. عند الطبيب هناك بيحطوا لك نوعا ما من الباكينج أو بعض الشاش اللي يحطي داخل الأنف اللي يسكر الشعيرات الدموية حزتها. يعني باختصار، الإسعافات الأولية مهمة، لكن لا ترد راسك ورا، ولا تلعب في أنفك خلال كم ساعة. لكن إذا طول الرعاف توجه إلى الطبيب. إذا توجه إلى الطبيب، فشو الإجراءات الأساسية اللي يتبعها كذلك الطبيب في التشخيص؟ كيف يعرف الطبيب أن هذا الرعاف هو يعتبر مشكلة بسيطة ممكن أن يتخلص منها المريض، أو مشكلة يعني تحتاج إلى حل في الحقيقة، ويمكن أن يكون سببها مرض خطير لا سمح الله، أو مرض معين في جسم الإنسان؟ طبعاً سؤالك مهم، هذا يعتمد على التاريخ المرضي ويعتمد على حالة المريض. يعني إذا المريض جاي هو في حالة طارئة، يعني خشمه ينزف، فما بيطول معه وايد ويسولف معه والأنف عنده ينزف أو في رعاف. فلا، بيحطله مثلاً الشاش في الأنف، يسكر هاي المنطقة، يوقف الرعاف، وبعدين ممكن على الزيارة الجاية في العيادة يأخذ معه تاريخ مرضي أكثر. التاريخ المرضي هو المهم، يعني الشاب يختلف عن الطفل. الطفل أغلب الأسباب هي وجود مثلاً جرح نتيجة اللعب بالأنف. الكبير لا، ممكن يكون في ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يكون عنده ياخذ أدوية مميعة مثل الأسبرين. فهني يعتمد وايد على التاريخ المرضي والفحص. الحين إذا كان الرعاف متكرر، بتشوفين أن الطبيب مع الفحص يطلب بعض الفحوصات، يطلب معدل الهيموغلوبين أو معدل فقر الدم، يطلب نسبة السيولة في الدم، أن هل الدم هل في نسبة سيولة أعلى من الطبيعي أو لا. إذا في تاريخ عائلي وفي رعاف متكرر عند الأطفال، ممكن الطبيب يطلب بعض الفحوصات اللي تدل على أمراض وراثية أو جينية تتسبب في سيولة الدم أكثر عن غيره. فطبعاً مثل هالفحوصات تحدد أكثر شيء، لكن السبب الرئيسي يبين في الفحص السريري الكلينيكي. الدكتور يجيب جهاز معين يشوف منطقة الأنف، هي منطقة ليتل، إذا كان فيها ضربة معينة أو حساسية أو غيرها. وبعض الناس ما تكون عندهم جرح أو ضربة، وإنما تكون عندهم حساسية شديدة وتكون هي السبب. نعم. هل هناك أدوية معينة دكتور ممكن أن تسبب الرعاف؟ يعني كثير من الأشخاص يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، ارتفاع في ضغط الدم، مرض السكري، وغيرها من الأمراض اللي تستدعي من الشخص أو المريض أن يأخذ الأدوية هذه بشكل مستمر. هل لهذه الأدوية أو بعض هذه الأدوية لها تأثير أو تأثيرات خلينا نقول سلبية، وممكن أن تسبب هذه المشكلة الرعاف؟ نعم، طبعا الأدوية مثل الأسبرين، البلافيكس، الأدوية اللي ياخذونها كثير من المصابين بالضغط أو بأمراض القلب اللي تسبب سيولة للدم، هاي طبعا يعني بما أنها تسبب سيولة فهي يعني تجعل الدم يعني ينزف بشكل أكثر من الإنسان الطبيعي. فهذه مثلا مهمة، ممكن إذا الإنسان يصاب برعاف كبير وياخذ هالأدوية يتناقش مع الطبيب ويحاول ينقص جرعاته أو مثلا يستبدلها. كذلك بعض الناس المصابين بضغط الدم مو بالأدوية، لكن إذا الضغط غير منتظم ياخذ أدوية، لكن ممكن يحتاج دواء زيادة أو يحتاج ينظم ضغطه بشكل أفضل، فممكن ينزف دمه لأن ضغطه عالي، فمثلا هذا يستدعي كذلك العلاج. أنا حاب بس أقول نقطة وايد مهمة على موضوع العلاجات، أن العلاج الأولي هو الضغط مثلا على المنطقة هذه أو إدخال الشاش عند الطبيب. في ناس يتكرر عندهم الرعاف وايد، فإذا يتكرر الرعاف لازم من الضروري جدا هم يراجعون الطبيب عشان ما يصاب بفقر الدم وما يصير له إزعاج أصلا. تخيلي إنسان طالع إلى مثلا مركز تسوق وفجأة ثيابه كلها دم،
فهناك العلاج الثاني هو الكي الكيميائي. هناك نعم. مادة تسمى نترات الفضة سيلفر نايتريت، عبارة عن عصا بسيطة أو عودة خفيفة كذي. الدكتور يخدر الخشم بالشاش وبعدين يكوي المنطقة هذه في منطقة لتل في الأنف الأمامية ويوقف الرعاف إذا كان هناك جرح. إذا كان هناك جرح. إذا كان هناك سبب آخر مثل الحساسية أو الجفاف، الطبيب ممكن يوصف بعض المرطبات للغشاء المخاطي في الأنف، أو ممكن حتى يوصف بعض المضادات الحيوية اللي على شكل مرهم اللي تغطي هذه المنطقة وتساهم في التئام الجرح كذلك. وهناك حالات قليلة جدا تحتاج إلى عملية ربط الأوعية الدموية في منطقة لتل في الأنف، وهذه طبعا نادرا ما تحصل. نعم دكتور، كثير من الأطفال كذلك ينزفون أثناء النوم، شو السبب؟ سؤال جميل، طبعا سؤال وايد جميل. الأطفال اللي ينزفون أثناء النوم هم نفس الأسباب للأطفال اللي ينزفون في فترة النهار. الواقع أنه هو يكون أغلب الظن عنده جرح في هاي المنطقة اللي تنزف الأنف وهو ما يدري. لكن نرجع ونقول سبب رئيسي للجفاف في الأنف والغشاء المخاطي في الأنف هي المكيفات، وهو جهاز التكييف، لأن جهاز التكييف يسحب الرطوبة في الغرفة ويؤدي إلى وجود جفاف. فهاي المنطقة تتهيج والطفل نايم، فدائما الأم تخاف تشوف الولد نايم وفجأة يوم توعي تشوف مثلا دم على المخدة وعلى السرير، فتبدأ تخاف بشكل كبير. الواقع الموضوع ما يخوف، لكن هو عنده مشكلة في المنطقة هذه نتيجة مثلا أنه يلعب في أنفه أو مدخل جسم غريب في أنفه فحصل جرح بسيط. فلا تخافين، لكن وديه عند الدكتور أو عند الطبيب، قد يحتاج إلى كي كيميائي بسيط بهذه المادة ويحصل فترة الليل نتيجة لأن التكييف يسبب جفاف في هاي المنطقة. دكتور، ليش كثير من الأطفال ربما يعني في هذه المرحلة بالتحديد مرحلة الطفولة يعانون من هذه المشكلة وما يعالجون المشكلة، ولكن عندما يكبرون يعني تختفي هذه المشكلة أو يتخلصون منها من دون علاج؟ هل العلاج يعني أو علاج الرعاف يعتبر شيء ضروري، ولا ممكن الرعاف يكون مشكلة بسيطة ممكن أن تختفي في المستقبل؟ طبعا كثير من الاطفال ما يتعالج لانه يقولوا له اوه هذا من الشمس، فكثير من الامهات يقولون لا هذا بس ينزف في الشمس، فيطنشون الموضوع شويه. الواقع انه هو عنده جرح في الانف، يحصل عند الاطفال كثيرا نتيجه لان الاطفال مثلا ما ينظفون انفهم بشكل جيد، يلعبون في هاي المنطقه بشكل كبير باصبعهم. فهذا يسبب وجود هذه الجروح البسيطه في هاي المنطقه. اذا الجرح بسيط ممكن هو يوم يكبر انه يلتئم ويروح، عشان شي يقول لك وانا صغير عندي، لكن في نسبة كبيرة كذلك لا ما يختفي من عنده، وهو يكبر يصير له رعاف ويتحمل على عمره، وكل شوي يسكر خشمه ويسوي له علاجات الإسعافات الأولية تمام. لكن أنت ليش قاعد تبهدل عمرك من أنت صغير لما تكبر؟ توجه لطبيب الأنف والأذن واحصل على العلاج وتخلص من الموضوع. لكن ممكن نعم في نسبة من الناس ممكن يلتئم ذاتيا يوم يكبر، لكن أنت ليش تدخل في هذا الموضوع وتزعج نفسك؟ تخيل أنت جالس في مطعم وعائلتك وأنت طفل وفجأة ينزف خشمك، الموضوع مزعج بصراحة. صحيح الموضوع مزعج مثل ما ذكر دكتور عادل، ولكن هل يمكن علاج هذه المشكلة من خلال تجنب المسببات؟ يعني نتجنب مثلا الظهور في الحر الشديد على سبيل المثال، أو حتى مثلا نحن نستخدم المكيفات بشكل كبير؟ طبعا ممكن نحن نتجنب العوامل اللي تؤدي الى الجروح، مثلا ان نعلم الطفل كيف ينظف انفه بشكل جيد. جميل. كيف يرطب مثلا هاي المنطقه، يستخدم الكلينكس مثلا او المناديل بشكل جيد. نعم. نتجنب مثلا حدوث الضربات، في بعض الناس على فكره تصير عندهم نزيف لان حصل ضربه على انفه مثلا وهم اطفال مثلا. بعض الناس عندهم انحراف في ظروف الانف، يعني مرات يكون شيء وراثي مثلا يحتاج الى علاج. نقدر نتجنب هاي الامور ممكن، لكن هل نقدر نتجنب أجواءنا؟ لا، أجواءنا ما شاء الله حارة. صحيح. يعني نقول حق الطفل لا تطلع برا تلعب، لا أنت تحرمه من حياته الاجتماعية. صحيح. تحرمه من اللعب من الوناس، بالعكس نحن لازم نشجع الأطفال على اللعب برا وعلى اللعب، يشرب سوائل بكميات جيدة، ياخذ مثلا الاكل الصحي. على فكره الاكل الغني بفيتامين سي وفيتامين كي يساعد على تقليل النزيف، يعني مثلا نتكلم عن الفيتامين كي اللي هو مثلا الخضار، السبانخ، البروكلي، الكيل، سلطه الكيل اللي الحين كل ضارب فيها، هاي مهمه كذلك، فيها فيتامين كي بكميه جيده. نعم. فيتامين سي كذلك مهم، اللي هو موجود في الليمون في الافوكادو في الطماط، ممتاز جدا. فالاكل الصحي يفيد في تقليل الرعاف بنسبه جيده، لكن ما نمنع الطفل من اللعب برا في الشمس. نحن نقدر وكذلك المكيفات، مروا نقول حق الياهل لا تنام بدون مكيف، لا الجو صحيح حار. صحيح. فنحن نقول دائما ان غير جو اطلع، لكن
إذا عندك رعاف طبعاً تجنب أنك تلعب في أنفك لا يعني بشكل غير جيد، وكذلك حاول ترطب المنطقة. إذا أنت الجفاف يسبب لك حساسية مزمنة في الأنف نعم. تحتاج علاج ترطيب المنطقة وتحتاج علاج عند الطبيب. إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية دكتور عادل سعيد سجواني اختصاصي طب الأسرة في مستشفى فقيه الجامعي، شكرا لك على هذا الحضور الدائم وعلى هذه المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا حياك الله. إذن مشاهدينا وصلنا معاكم للختام، نشوفكم إن شاء الله يوم السبت في حلقة جديدة، مواضيع متنوعة كالعادة وضيوف مميزين. تقبلوا تحياتي ومن طاقم العمل ومع السلامة.